وبمناسبه واحنا بنتكلم عن الكوره بقى، فنروح بقى لاخبار النادي من حيث الكوره. اكيد طبعا للجمهور واللي كل الناس مستنياه بقى، يعني منتظرين طبعا اخبار النادي الاهلي وكواليس الاستعداد. يعني النادي الاهلي طبعا احنا عارفين بعد رجوعه من المغرب خد راحه لمده 48 ساعه، النهارده بيستأنف تدريباته تاني، واكيد كلنا منتظرين او بنتابع بشغف كبير جدا اخبار الفريق، ايه احواله، ايه النهارده التدريبات بدأت بعد الراحة السلبية اللي حصل عليها الفريق طبعا زي ما قلت لمدة يومين بعد ما رجع من المغرب، كلها كانت تدريبات خفيفة بقيادة طبعا موسيماني، وكان بيركز فيها موسيماني على تدريبات الكورة. دايما خلينا نتكلم برضو ان دايما بعد فترة اجازة شوية بيبقى التمرين متوسط، من الحمل بتاعه متوسط فوق متوسط، بيعمل بعض الريفريش يعني للعيبة، بيكون في تعليمات خططية بشكل معين، بيأكد كمان على بعض الأخطاء اللي حصلت في مباراة الوداد بيركز عليها إن شاء الله ما تحصلش. وكمان عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، إن كمان من الطبيعي كان النادي الأهلي بيعسكر قبل المباراة ب 24 ساعة، لا ده النادي الأهلي من بكرة إن شاء الله عنده معسكر يعني قبل المباراة ب 48 ساعة. احنا عارفين ان شاء الله المباراة يوم الجمعة، فكان من الطبيعي ان الاهلي بيلعب او بيتمرن يوم الخميس الساعة 5 بعد الظهر، وبعد التمرين بيروح لمعسكره. لا ده كمان اعتقد ده بيدي كمان اشارة مهمة جدا ان المباراة مهمة، واحنا عايزين نخش المعسكر من بكرة وبنقفل على نفسنا كويس قوي، وبنركز كمان لان التركيز في المعسكر بيكون اكتر يعني حده، وده اعتقد شيء مهم جدا وشيء ايجابي انك كمان تكون اكثر جاهزيه بالظبط، انك بتدي انطباع كمان للعيبه لا ده احنا كمان هنروح المعسكر يوم بدري عن الميعاد بتاعنا عشان نركز اكتر، عشان ناكد ان شاء الله وصلنا للمباراه النهائيه. ده شيء يعني يحسب للاداره الفنيه بقياده موسيماني طبعا. النهارده كمان يمكن شايفين التدريبات دلوقتي، والنهارده مروان محسن تحديدا مهاجم الفريق كان بيأدي برنامج تأهيلي على هامش ميران الفريق اللي كان النهارده بالليل على ملعب التتش. كان مروان بيشتكي شويه من اجهاد في عضله السمانه لما شارك في المباراه الاخيره قدام الوداد اللي طبعا كانت يوم السبت اللي فات في ذهاب دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا. النهارده مروان كان بيقوم ببعض الفقرات التأهيليه تحت اشراف الجهاز الطبي في النادي علشان يعود مره اخرى ويشارك في المران الجماعي مع طبعا بقيه اللعيبه. كمان لو رحنا لاخبار محمود كهربا احنا عارفين النهارده يعني انضم للتدريبات الجماعيه للنادي الاهلي، ده كان برضو شيء مهم جدا. النهارده انضم كهربا لتدريبات الفريق اللي كانت في استاد التتش طبعا لاستعداد لمواجهه الوداد ان شاء الله يوم الجمعه. وزي ما اتكلمنا يمكن كنا بنتابع ان كهربا في يمكن الايام الاخيره كان بس بيتابع التاهيل العلاجي، بيلف حوالين الملعب بشكل فردي، بيخش الجيم لوحده. لا النهارده نقول ان كهربا بدا يخش بشكل جدي جدا مع التدريبات الاساسيه للفريق، واعتقد ان هو ده شيء ايجابي جدا. واعتقد هو احنا عارفين طبعا كان عنده شد في العضله الخلفيه شويه، دي طبعا كان في مباراه بيراميدز، وكان بعد مباراه بيراميدز بقى بيتاهل على المستوى التاهيل البدني على المستوى التاهيل الطبي، لكن وكمان كان في المغرب ما اشتركش في تدريبات اساسيه مع الفريق. النهارده كهربا بيخش مع الفريق تدريبات الجماعيه بشكل كامل بشكل كبير جدا، ده بيأهله ان شاء الله انه يكون موجود اكيد في القائمه، وباذن الله يكون له دور. يعني احنا عارفين ان كهربا كمان من اللعيبه المميزه جدا، واشتراكه في مباراه على حسب طبعا رؤيه المدير الفني، اشتراكه من البدايه في وسط المباراه في نهايه المباراه، لكن اهم حاجه انه جاهز وبدنيا الحمد لله، دخل النهارده التدريبات بشكل اساسي، وان شاء الله يكون ليه دور ان شاء الله في التأهل.